وفي تصريحات خاصة للنيل، أكد رئيس هيئة الإسعاف المصرية الدكتور محمد جاد أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية في التعامل مع جائحة كورونا خلال انعقاد منتدى شباب العالم في شرم الشيخ. تم الدفع بالنسبة للإسعاف ب50 سيارة إسعاف لتقديم الدعم لمدينة شرم الشيخ لتغطية هذا الحدث العالمي. والإسعاف يتم تقسيم الحدث هنا لأربع قطاعات، قطاع المطار، وفي ده بيتم عشان تغطية الإسعافية والطبية لجميع الوفود عند الوصول وعند المغادرة. قطاع الفنادق ومتغطي ب20 سيارة إسعاف في المناطق السياحية وطريق السلام والاحتفالات الخارجية وأي ماراثون أو نشاط رياضي بيتم تغطيه بسيارة الإسعاف. أما الحدث الكبير وهو اللي جاري حاليا داخل مركز المؤتمرات ففي تغطية إسعافية ب8 سيارات إسعاف، وعندنا عيادتين طبيتين مجهزتين بجميع الأجهزة المطلوبة للحالات المرضية الطارئة، وبيتم تقييم الحالات فيها واتخاذ كل الإجراءات الطبية وصرف العلاج المطلوب. في حال ان الحالة دي بتبقى محتاجة لتحويل المستشفى بيتم إخلاءها على مستشفى شرم الدولي. كذلك موجود عندنا 6 نقاط طبية داخل قاعة المؤتمرات موجودة منتشرة في الصالات لأماكن تحرك والتجمعات الشباب. الحمد لله كل الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها، يعني احنا يمكن واقفين قدام الكاميرا دلوقتي بدون الكمامة، لكن أول ما نبطل نخرج بره البث المباشر الشباب هنا هيتوجهوا لينا ويوجهونا بارتداء الكمامة، وجميع الإجراءات ديت متخذة، والتباعد الاجتماعي تم اتخاذه، وكل يوم بيتم أخذ مساحات للوفود اللي موجودة في الفنادق أو في داخل قاعة المؤتمرات.